تعرفوا جميعا أن بلادنا كتمر هاد الأيام بظروف استثنائية، والمعروف علينا كنديروا يدينا في يد بعضياتنا باش نتعاونوا ونتضامنوا. هاد الروح التضامنية ونوقفوا مع بعضياتنا في الحزة منشية منا كمغاربة اللي ورثناها على آبائنا وجدودنا، واللي هي من قيم ديننا الحنيف اللي كيحثنا على التآخي والبدل والإحسان. وحيث أملنا فيكم كبير، سمعنا وكون معانا وخليك في الدار. باب التبرعات مفتوح، اللي قادر يعطي أي مبلغ ما يتسناش. بلادنا أمانة في رقبتنا وعندها دين كبير علينا، وفي هذا الوقت اللي خاصة نكونوا مغاربة حرارة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. شاف مرحبا سي محسن، لاباس عليك؟ بخير. الله يبارك فيك اخويا. واش كتعاون؟ الله يبارك فيك اخويا، اعزك الله. شكرك على هاد المجهودات اللي كدير لينا، الله يخليك. اعزك الله حفظك الله خويا. بخير. انا كنت جيت عندك واحد الخطا الاذاعه تما، كاين منك تعاودتي هذاك واحد القصه ديال داك الاستاذ الملحد. اياه قلت عليك سي محسن، قلت عليك ابو لي اياه. اش كنت عاودتيها وجيت عندك تما الاذاعه؟ اياه خويا عقلت لك سي محسن. مرحبا. مكرهوش عاودينا عاود ثاني هذيك القصه مره المره شي مره اخرى من غير هذه الخطره ان شاء الله في الفتره الليليه، ان شاء الله في بالليل من 8 ل 10 يوميا ان شاء الله نحكيو ان شاء الله على رحله من الالحاد الى الايمان. كاين قصص حقيقيه واقعيه كثيره نرويها ان شاء الله كل مره نرويها قصه باذن الله. وهذه غير تشاجه، هذه غير تشاجه جات من عند الحق سبحانه. اي فعلا فعلا مولاي، فعلا بارك الله فيك سي محسن، بارك الله فيك مولاي. وفي حقيقة أن الملحدين في الظرفية الراهنة في زمن الكورونا لم يبقى لهم أي مبرر، رغم أننا نسمع بين الفينة والأخرى على وسائل الإعلام وفي الفيسبوك وفي التويتر وفي غيرها من مواقع التواصل الاجتماعي كنسمع بعض التغريدات أو بعض التصريحات لبعض الأشخاص لا زالت في قلوبهم شكوك في ضمنه بأنهم يقومون بالتحليل العلمي للظاهرة ولكن يغيبون التحليل الإيماني. الملاحدة يعتقدون بأن الحياة كلها مجرد صدفة، يقولوا بأن الكون تكون عن طريق الصدفة، وهل يعقل أن الكون مكون بصدفة؟ ونحن نلقوا بأن الشمس تطلع من مشرقها وتغرب في مغربها، والقمر حول الأرض والشمس والكواكب تدور بنظام دقيق، والشمس والقمر بحسبان يعني بالدقيقة، غادي بالدقيقة وبالثانية وبالجزء بالثانية. هل يمكن أن يقال بأن هذا صدفة؟ نحن إذا رأينا ساعة دقيقة كنقول إن الذي اخترع هذه الساعة إنه مخترع ماهر، لأنها دقيقة وكتدور بواحد طريقة تقنية رائعة، فكنقول اللي صنعها واللي اخترعها صانع وماهر. فما ظننا بالكون من حولنا؟ الكون بما فيه من مظاهر دقيقة تدل على أن لها مبدع سبحانه وتعالى. الشمس والقمر والنجوم والكواكب والأشجار والبحار والهضاب والجبال والأكسجين، ولأن الكورونا أصلا هو غير تنبيه للغافلين. أنا أعتبر كورونا أستاذ، أعتبره تنبيه للغافلين، لأن البعض قد غفل واغتر بعقله واغتر بمعرفته ونسي بأن له رب ونسي بأن له إله، فجاء هذا الكورونا لكي يذكرنا جميعا وخصوصا الغافلين. فالذي يلحد في زمن الكورونا هذا أحمق ليس بعده حمق ولا جنون، لأن كل شيء يدل على أن الله هو الواحد وهو القاهر فوق عباده. وإن شاء الله أعيدك أخي محسن إن شاء الله يوميا في الفترة المسائية من 8 إلى 10 الليل كنديروا البرنامج ديالنا بإذن الله ديال التضامن وديال التكافل، وفي الساعة الأخيرة منه نخصصه للحديث عن حكايات حقيقية وواقعية لأشخاص كان عندهم شك، كان عندهم ريب، فداروا رحلتهم من الشك إلى اليقين. وحنا إن شاء الله تعالى عدنا يقين بأنه بعد زمن الكورونا حياتنا ستصير أطيب وأجمل وأكرم، سيزداد المنسوب الإيمان في صدورنا، وسوف تنصلح مجتمعاتنا
وسوف نكون كل يوم إلى الله أقرب. آمين آمين يا رب. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.